شفته مختلف من اول ما شفت. انت اكيد يعني كنت بتتابع برضو المدرسه الالمانيه هنتكلم عليها. ايوه شفت اختلاف مدرسه جاردولا اول ما رحت وحتى كان هو لسه في مشواره التدريبي مع فريق الشباب. ايوه انا شفت طبعا يختلف خالص من المدرسه الالماني. كان كله بالكوره. كله بالكوره من اول الوارم اب. من اول الوارم اب كوره. الوارم اب بالكوره، التمرينيه كلها بالكوره، وهو شغال على مساحات صغيره. اوكي. عشان تملي يبقى في ضغط على اللعيب. اوكي. ويعمل تملي مجموعه 4 ضد 4، 5 ضد 5. في مسافات ضيقه صغيره. اوكي. الفكر بتاعه اللي كانوا بيقوله لنا هم في برشلونه في الانتر شيبينج، الفكر بتاعه كان اما انا اخلي اللعيب في التمرين باستمرار تحت ضغط، هيبقى في الماتش يلعب مرتاح. أوكي. عشان عنده المساحات. أوكي. ده الفكر بتاعه. يعني مدرسته ان انا لازم احط اللعيب في كل التدريبات بدايه من الوارمنج اب لغايه ما بتلعب مثلا 8-8 او بيلعب، لازم يكون اللعيب تحت ضغط. تحت ضغط. أوكي. تحت ضغط. من والحلو من اول الوارم اب تملي كل حاجه بالكوره. الفكر الاسباني والفكر الهولندي، بعديها عملت انا انتر شيبينج كمان في هولندا. بالظبط. على فكره الفكر بتاع اياكس هو مش بعيد بتاع برشلونه، عشان يوهان كرويف طبق الشغل والفكره في السبعينات لما كان بيلعب في برشلونه، ومسك بعدين الفريق اللي اخذ 1990 الشامبيونز ليج. كان بالظبط الفكر ده، التدريب كله بالكوره، الوارم اب بالكوره، واللعيب يبقى باستمرار تحت ضغط. انا بالنسبه لي انا شفتها اول مره في البي تيم في الانتر شيبينج في البراكتيكوم عند بيب جوارديولا. التيكا تاكا اللي انشاها جوارديولا المدرسه ديت نبع من اللي انت بتقول عليه من خلال التدريبات، ان اللعيب دايما يكون تحت ضغط، وبالنسبه له التمرير تحت ضغط او ما بيكونش عنده بانيك ان أيوة ما بيضغط عليه. بالظبط. عشان في المباراه انت عارف اكيد انت ديك كبير، في المباراه عندك المساحات وعندك الوقت، وطبعا ماتش مباراه بيبقى فيه تاكتيك وعندك المساحات. بس لو اللعيب في التمرين يوم بعد يوم بيتدرب تحت ضغط، بعدين في الماتش في المباراه هيبقى بيلعب يعني مش عنده ضغط وما فيش دروب عليه. اداؤه ما بيتغيرش، يعني بالزبط. ما بيكونش فيه بانيك فيبدا يعمل ميس باس او. ايوه صحيح. ونقطة مهمة جدا دي انا ما شفتهاش في الكرة الألمانية في العلم، يعني المساحات، هو بيضيق المساحات في التمرين عشان اللعيبة يكونوا باستمرار تحت ضغط، والكرة يكون الباص الصغير اللي احنا بنتكلم عليه التيكي تاكا. صحيح. أيوة. المدرسة الألمانية اختلفت، ويمكن هتكلم على المدرسة. أيوة. اللي انا عشتها يعني. أيوة. انا أيوة. طبعا في التسعينات صح؟ في التسعينات انا فيردا بريمن وبعديها مع كايزرسلاوترن. بالظبط. يعني انا رحت فيردا بريمن وكان اوتور هاجل كان المدير الفني. كان الوقت ده الكرة الألمانية بتعتمد بشكل كبير جدا على اللياقة البدنية. أيوة. والقوة. بالزبط. والسرعة. صح. وكان الجانب التكتيكي فيها محدود إلى حد ما. محدود. إلى حد ما. هل من خلال بقى تجربتك بقى، يعني أنت مريت على برشلونة ورحت أياكس ورجعت تاني في فولسبورج اعتقد. ايوه بالظبط. انا فولسبورج كان حظي كويس، كان الفريق تحت 19، واحد صاحبي صديقي كان ماسك الفريق دوان. أوكي. كان هو الهيد كوتش. اوكي. اول حاجه دخلت معاك انتر شيبينج برضو. اكيد. كانتر شيبينج عشان يشوفوه، وبعدين يعني اتفاهمنا مع بعض وبقيت معاه باستمرار. بس الكلام ده كان طبعا في 2011 2010 2011. اوكي. الوقت اما انت كنت بتلعب في المانيا كان طبعا في التسعينات، الكوره اختلفت خالص. انا ما جاي لك في النقطه ديت. أيوه. لان انا يعني اعتزلت في 2005 يعني. أيوه. كان اخر فريق لعبت فيه كان سابروكن. كان انت رحت سابروكن سفايت ليجا. كان ست شهور كنت. أيوه. على امل ان انا الحق بطوله افريقيا 2006 في مصر. أوكي. لكن قول لي على التغيير الشامل اللي حصل في الكوره الالمانيه، وخاصه برضو بنتكلم بكل امانه على المستوى التدريبي. انت دلوقتي عندك في ثمن النهائي او موجود ربع النهائي بالنسبه للتشامبيونز ليج، عندك اربع مدربين المان. مدرب ليفربول. أيوة. دورتموند بتتكلم. بالزبط. على حتى باريس سان جيرمان. ويعني اربع مدربين المان في. أيوة. من ضمن ثمان التوب 8 بتوع الاوروبا. صحيح. يبقى المدرسه الالمانيه في التدريب اختلفت. قول لي الاختلاف ايه؟ انا اقول لك الاختلاف اللي حصل بالظبط في المانيا. 2004 كان في الاوروبا ميسرشافت، كاس اوروبا بتاع الدول، والمانيا طلعت في الفيرست راوند. دي كانت بالنسبه للكره الالمانيه كارثه. صحيح. اوكي. عملوا اجتماع في الاتحاد الالماني، في اتحاد الكره الالماني،
طبعا الناس الكبيره اللي ماسكين بايرن ميونخ، فيردر بريمن، بروسيا دورتموند، بروسيا مونشنجلادباخ، عملوا اجتماع وقالوا احنا دلوقتي لازم نغير الفكر بتاع الكوره الالمانيه عشان نبقى نطلع تاني، نبقى نمره واحد في العالم، وحطوا زي خطه. انا هقف عند النقطه ديت عشان اربطها باللي بيحصل عندنا في مصر. ايوه، ان تتكلم على منتخب المانيا خرج من بطوله اوروبا. أيوة. فاجتمع كبار الانديه زي بايرن ودورتموند وجلادباخ وليفركوزن، يعني الكبار اللي تملي باستمرار بيلعبوا درجه بلعبوا اولى وبيلعبوا في اوروبا. اوكي، دول قعدوا وقالوا لا لازم على مستوى المنتخب ان احنا نكون افضل من كده. بالزبط. ما قالش بقى انا رئيس النادي انا ماليش دعوه. لا 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 بالظبط، عشان الناشئين بتوع النوادي البوندسليغا هم اللي بيطلعوا العيال. مظبوط. اه، اللي حصل بقى قالوا التدريب لازم يختلف، لازم احسن مدربين في البلد يمسكوا الناشئين، يمسكوا احسن مدربين في البلد يمسكوا الناشئين باعلى لايسنس. باعلى لايسنس، باعلى لايسنس. واحنا وانت عارف اللايسنس ده مشوار طويل، مشوار طويل جدا وصعب. أيوة، وعلم كبير. صحيح. وعشان امسك الناشئين لازم يكون معايا اعلى لايسنس ويكون عندي فكر وعلم كبير جدا. من ضمن الشباب الصغيرين دول، المدربين الصغيرين اللي مسكوا الناشئين، طلع مدرب زي توخل. توخل طبعا مدرب دلوقتي تشيلسي اللي كان ماسك قبليها باريس، باريس سان جيرمان. أيوة. توخل على فكره ما كانش لعيب كوره كويس قوي، بس هو كان مدرب كويس. ولا دي العلاقه بقى، من انت مش لازم تكون لعيب كوره كويس او بروفي بلاير علشان تكون بروفي كوتش. بالظبط. ولا زي ناجلسمان. ناجلسمان طبعا ناجلسمان لايبزيج، ابي لايبزيج. صح. كمان ما كانش لعيب كويس ومسك الفيرست تيم بتاع هوفنهايم. هوفنهايم طبعا. أيوة. عمل نتائج رائعه. 28 سنه عمل نتائج رائعه. عمل نتائج رائعه، يعني هي يعني بقت علم. صحيح. الكوره بقت علم.